الأخ حفيظ، بعد ما خرجت نتايا لا شك هو أنه خليت فراغ في التلفزيون الجزائري كثير من الشباب الجزائري من الجمهور الرياضي اللي هما ما يقدروش كيما نقولوا يذوقوا، يعني نجيبها بالتعبير تاعنا، ما يقدروش يذوقوا الطعم نتاع مقابلة إذا كان ما كانش فيها حفيظ دراجي. بعد ما خرجت نتايا لا شك هو انه الان الجمهور الرياضي راهو يتابعك عن طريق نتاع اسمه القناه هذه نتاع بين سبور. كيفاش تشوف انت بعد الهجره نتاعك هذه؟ هناك تصحر يعني في لا سيما فيما يتعلق بالتعليق الرياضي، لواش راجع هذا؟ يا هل ترى ما زالها نفس العقلية نتاع المحاباة ونتاع العنصرية؟ يعني لواش راجع هذه؟ ما عندناش كفاءات؟ وش هي الأشياء اللي ما خلتش هي أنه تظهر كفاءات بمثل حفيظ دراجي في الجزائر؟ سأستسمحك أن أعمل ملاحظة، ولكن باش ما تروحيش لواحد الإجابة. أنت قلت لي منذ غادرت صار فيه تصحر والناس اشتاقوا لمعلق ولمذيع برامج، ولكن نذكرك بأنه لما كنت موجود، أنا ما نقصدكش أنت يا سي نور الدين، ولكن لما كنت موجود كان فيه كلام في الجزائر في التلفزيون بالدرجة الأولى، كانوا البعض يبروا فشلهم وإخفاقهم، يقول لك حفيظ بلوكان، هكذا يقولوا بالعاميه ما دام تكلمت معي بالعاميه، يقول لك حفيظ مسيطر على كل شيء وبلوكان. حفيظ الان عنده 13 سنه من اللي غادر التلفزيون الجزائري. حبيت نعرف اللي كان يقول بانه حفيظ منعنا، حبيت نساله ونقول له من الذي منعك اليوم من ان تبرز؟ هل فيه خيال حفيظ ام حفيظ اخر ظهر ومنعك من ان تبرز؟ هذا بين قوسين رد أولي. الرد الثاني، أستسمحك لكي لا أخوض بشكل مباشر ودقيق في شؤون التلفزيون، لأنه لو لاحظت معي أنا لم أتحدث عن التلفزيون العمومي الجزائري منذ غادرته، لم أنتقده، بالرغم من ممكن من أنه قد يتعرض للانتقادات، أنا لم أنتقده ولم أدخل في أي نقاش يتعلق بالتلفزيون ولا حتى بالمعلقين، لأنه نعرف شوية الأمور. القضية مش قضية معرفة أو قضية ناس ما وصلتش أو قضية فرصة. القضية الأساسية هو أنه تعليق هذا موهبة، والموهبة تقتضي الفرصة، والفرصة تتطلب بأنك تستثمرها فيها وتبذل جهد كبير جدا، ولا تعتقد أبدا بأنك وصلت وتبحث على أنك تتعلم في كل مرة. ولكن الجيل اللي صاعد، أنا لا أقصد مباشرة التلفزيون، الجيل اللي صاعد في كل المجالات مزروب، يحب يوصل بسرعة. احنا تعبنا، احنا الجيل تاعنا تعبنا. أنا اشتغلت سنتين من دون راتب في التلفزيون العمومي، كنت موظف. أنا بديت نشتغل ب 700 ألف في الشهر. أنا بديت نقدم برامج في التلفزيون، نطلع من الحراش في التنا الآغا، ومن الآغا نحكم البيس البولفار دي مارتير. أنا بديت نقدم في التلفزيون في ظروف صعبة في تسعينيات القرن الماضي، بديت الشغل في سنة 89 حتى 96 باش شريت سيارة بزوج ملايين ونص، سيارة تاع زوج ملايين ونص. نعطيك نصور لك حاجة واحدة أخرى بالمقابل. كان واحد زميل جال التلفزيون من صحافة مكتوبة، مش أنا سألته صراحة، سألوا مرحبا بك أخويا يعرفوه، مرحبا بك، قال له إن شاء الله دخلت التلفزيون أكد بصمتك وتأكد بأنك تستحق أنك تدخل التلفزيون كمعلق وكمذيع. قال له وش غايتك أنت من مجيئك للتلفزيون؟ قال له أنا جيت للتلفزيون باش نولي مشهور، باش تولي عندي سيارة كما تحافظ وشهرة كما تحافظ. غادي نتكلم لك على 2005. فلما يجي واحد يبدأ في التلفزيون بهذا الفكر مستحيل يوصل. هذا السيد ما وصل للمكان تاعي، ما ملك سيارة مثل اللي كنت مالكها أنا في ذاك الوقت. ف
زمان ما كانش نفس التفكير. هذا لا أقول بأن الجيل تاع اليوم ما فيش اللي يفكر بطريقة عقلية، لا، فيه ناس عقال وفيه ناس صابرين وفيه ناس مجتهدين، لا، ولكن الغالبية متسرعين، حاب يوصل بسرعة. ما وصلناش بسرعة، تعبنا وشقينا وجينا من تحت، وربي قدرنا باجتهادنا. تحليق موهبة وعشق وحب، ولا علاقة له لا بالشهرة ولا بالمال ولا بالسيارة ولا بأنك دخلك فلان ولا علان، لأنه التلفزيون يكشف العيوب، حتى ولو يدخلك من يدخلك، ولكن هل أنت قادر؟ كثير ناس دخلوهم ناس كبار ولكن ما وصلوش، لأنه ما عندوش القدرة. وكثير ناس دخلوهم ناس في السلطة ووصلوا، لأنهم عندهم قدرات وعندهم إمكانيات. ما فهذا هو يحتاج الفرق. التكوين يا أمي، يحتاج التكوين مثلا هكذا. لا يحتاج، يحتاج. لا لا، هو موهبة. شوف، يبدأ بهواية يصير موهبة. التعليم الأكاديمي لازم، لأنه المعلق اللي مثلا نتكلم عن المعلق، المعلق يجب أن يقرأ ويجب أن يكتب. أنت اليوم مطالب بأن تدخل مواقع إلكترونية تكتب بالإنجليزي وتكتب بالفرنسي وتكتب بالعربي وتكتب بالإسباني وتكتب بالبرتغالي، فأنت مطالب بأن يكون عندك تكوين أكاديمي لأنك تصير إعلامي. دائما نقول الموهبة لا تكفي، كثير تكفيك في ممكن في الكرة في الرياضة، ما راح يطلبوا منك المستوى الجامعي، ولكن لما تروح تشتغل في مؤسسة إعلامية كمعلق أو مذيع أو مراسل أو صحفي، الشهادة الأكاديمية ضرورية، هي الأساس، الشهادة الأكاديمية. فلا يمكن أن تكون معلقا أو مذيعا أو مراسلا أو صحفيا من دون مستوى أكاديمي، من دون ما تعرف تقرأ وتعرف تكتب وتعرف اللغات، مستحيل.